أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية بين يومين. نبدأ هذه الجولة من تركيا، حيث قال مراسلنا إن بيانا صادرا عن اجتماع مجلس الأمن القومي التركي أكد أن التغيير الديموغرافي الذي يجري شمال سوريا على الحدود التركية الجنوبية مثير للقلق. وأضاف البيان المقتضب الصادر عن المجلس أن تركيا ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع هذا التغيير، ومن المنتظر أن يحسم الاجتماع مسألة التدخل العسكري التركي في سوريا. بين عدة خيارات وعلى وقع التطورات الميدانية الأخيرة على الحدود السورية التركية، يعقد مجلس الأمن القومي التركي اجتماعه لتقرير الخطوة القادمة، خطوة قد تحسم الموقف التركي برمته من تمدد ميليشيا الوحدات الكردية على حدودها مع سوريا، وتنهي استفزازات تنظيم الدولة وأمله في البقاء على بوابات العبور مع تركيا، وبالتالي تنتقل تركيا من لاعب سياسي إلى مشارك فعلي في العمليات العسكرية. نتائج اجتماع مجلس الأمن التركي استبقته تصريحات للناطق باسم حزب العدالة والتنمية أكد فيها أن الخيار العسكري سيبقى آخر احتمالات الحكومة التركية. في هذا التصريح يبدو أن الحكومة التركية تريد خفض سقف التوقعات بعد أن رشح عن صحف تركية خيارات الحل العسكري وأساليب التدخل، وكثر حولها التحليل والسرد. السيناريوهات المطروحة على الطاولة في أنقرة تتعدد، فمنها من يرجح اقتصار التدخل التركي على تقديم دعم لوجستي للمعارضة السورية، يمكن أن يصل إلى حد استخدام المدفعية الثقيلة من داخل الأراضي التركية وحتى سلاح الجو على طريقة واشنطن مع ميليشيا الوحدات الكردية، وبالتالي طرد عناصر التنظيم من مناطق شرقي نهر الفرات، أي من جرابلس وصوران شمالي شرقي مدينة حلب. ومنهم من ذهب أبعد من ذلك بالرجوع إلى تصريحات المسؤولين الأتراك ورغبتهم بالدخول عسكريا في عمق سوريا. لكن كل هذه الخيارات ستصطدم بعائقين اثنين، أولهما داخلي يتعلق بموقف الأحزاب المعارضة لحكومة أردوغان، والثاني خارجي يرتبط بموقف واشنطن من التدخل العسكري التركي. فالأول يشمل قضية تفويض البرلمان التركي الممنوح للحكومة التركية، والذي تقول عنه الأحزاب التركية الأساسية كالحركة القومية والشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي أنه غير كاف لإقرار التدخل، ويحتاج لتجديد على الرغم من عدم انقضاء عام على فترة صلاحيته. أما الثاني المتعلق بالشق الدولي، فيبقى التدخل التركي مشرعا في حال مواجهة التنظيم فقط، فهي حجة جاهزة لكل زمان ومكان. وفيما يتعلق بمواجهة ميليشيا الوحدات الكردية، الشريك الفعلي لطيران التحالف بقيادة الولايات المتحدة على الأرض السورية، هنا عائق من نوع جديد. فكيف لحكومة واشنطن أن تسمح بتوجيه ضربات لحلفائها؟ أم أن تكتيك مواجهتهم من قبل الأتراك سيكون بطريقة مختلفة؟ لا سيما أن قائد ميليشيا الوحدات التابعة لحزب العمال الكردستاني في تركيا مراد كرايلان هدد الحكومة التركية في حال هجومها على مناطق الإدارة الذاتية بتحويل المعركة إلى داخل تركيا، واصفا أي ضربة تركية للوحدات بمثابة الاعتداء على الشعب الكردي كله. فبرأيه لا يوجد فرق بين الهجوم على عين عرب والهجوم على ديار بكر. ينضم إلي عمار عزة مراسل أورينت نيوز من اسطنبول. عمار، بداية، هل هناك أي معلومات رشحت عن اجتماع مجلس الأمن القومي التركي؟ نعم، لا جديد عما جاء في التقرير. فقد انتهى اجتماع الأمن القومي واستمر لمدة حوالي 4 إلى 5 ساعات، وقال بيان فيما يخص سوريا بأن تركيا قلقة حيال ما يجري على حدودها الجنوبية في المناطق الشمالية من سوريا، بأنها تتعرض لتغيير ديموغرافي وأنها قلقة من هذا الأمر، وستعمل كل ما بوسعها وأنها ستتخذ إجراءات مناسبة لمنع ذلك. هل تم الحديث عن هذه الإجراءات؟ ما هي؟ لم يحدد البيان، جاء البيان مقتضب الذي صدر عن الاجتماع، جاء بيان مكتوب لم يكن مؤتمر صحفي. قيل فيه بأنه سوف تتخذ تركيا كل الإجراءات لمنع التغيير الديموغرافي على حدودها الجنوبية في مناطق الشمالية من سوريا، وأيضا تمت مناقشة مسألة العراق والأوضاع في مصر وفي ليبيا وفي أوكرانيا، وأيضا قضايا مكافحة الإرهاب.
هذا بالنسبة للبيان الرسمي، ولكن هل من تسريبات تحدثت عن إجراءات معينة سيتم اتخاذها؟ لا، على الإطلاق لم يرش حتى الآن أي معلومات عن ماهية الإجراءات التي ستتخذها الحكومة التركية، لكن كل التصريحات الحكومية بما فيها تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قال فيه بأننا لن نسمح بإنشاء دولة على حدودنا الجنوبية، والتصريحات أيضا رئيس الوزراء أحمد داوودوغلو بأن الحكومة مستعدة لكافة الخيارات، وأيضا الحكومة طلبت الاستعداد من هيئة الأركان وقيادة الجيش أن تكون على أن ترفع درجات الاستعداد إلى أقصى درجة. وقال أيضا أحمد داوودوغلو سنكون مستعدين لكافة الاحتمالات، لكن لم يؤكد ولم يرشح حتى الآن أي من هذه الإجراءات أو الاحتمالات، لكن ربما يعني التدخل التركي المباشر سيكون أو التدخل البري سيكون بعيد ربما في الفترة المقبلة بسبب الوضع السياسي في البلد من خلال عدم تشكيل الحكومة والمطالبة الأحزاب الأخرى بأن التفويض غير كافي رغم أنه يعني مستمر حتى أكتوبر، وأيضا معارضة بعض الأحزاب والقوى الأخرى. نعم، شكرا لك عمار عز مراسل أورينت نيوز من اسطنبول. شكرا. ينضم إلي محمد زاهد جل كاتب ومحلل سياسي من اسطنبول. أستاذ جل، بداية يعني كيف يمكن لك أن تقرأ هذا البيان المقتضب الذي صدر عن اجتماع مجلس الأمن القومي التركي؟ يعني كل ما قيل أصلا في الإعلام التركي كان هو عبارة عن تسريبات، لكن من المؤكد أن هذه التسريبات التي بدأت ربما قبل أسبوع واحد من خلال تسريب الذي نشرته جريدة حرية، لكن عمليا تلتها العديد من التعقيبات والتصحيحات والتعليقات وكذلك الإضافات من صحف قريبة من الحكومة، مما يؤكد على أولا مصداقية ما خرج من خطة عسكرية نستطيع أن نصف أنها وضعت على الطاولة ويتم الحديث عن آليات التنفيذ في هذا السياق. يعني تركيا أظن كقناعة شخصية لا أستطيع أن أقول أنه لا تستطيع أن تصبر كثيرا وتنتظر أن يكون هناك تمدد حقيقة لوحدات الشعب الكردي بعد تل أبيض باتجاه عفرين. هذا الأمر له سلبيتين اثنتين بشكل مباشر. السلبية الأولى أو النقطة الأساسية الأولى، هذا يعني أن وصول وحدات الشعب الكردي إلى منطقة عفرين، أن أركان الدولة الكردية قد اكتملت، وبعد هذه النقطة لا يمكن أو لا يكون جدوى كبير للتدخل التركي، أو التدخل التركي سيكون في مقابل الأكراد تماما، بخلاف أن تركيا إذا تدخلت في هذه اللحظة فإن هذا التدخل سيفهم على أنه منع للتقسيم سوريا، وهذه نقطة ربما لصالح تركيا إذا تحركت في الوقت الراهن. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي الأهم في قناعتي الشخصية، وهي التي ينبغي على المحللين السياسيين النظر إليها بواقعية، وهو أن تركيا إذا استطاع الأكراد أن يصلوا إلى عفرين بغض النظر هل إذا أقاموا دولتهم أو لم يقيموا دولتهم أو أعلنوا التقسيم بمباركة بعض الدول في سوريا، لو حصل هذا الأمر، لكن قبل أن يحصل هذا الأمر تركيا التي لديها حلفاء داخل الأراضي السورية، وتركيا التي تدعم الثورة في سوريا، تركيا التي تقدم الدعم لجيش طيب الفتح، ولكن كان في حال هناك تدخل عمليا طريق الوصول إلى هؤلاء الجماعات داخل الأراضي السورية سيكون متعذر بالنسبة للدولة التركية، فلذلك الورقة السورية عمليا ستخرج من يد الدولة التركية. هذا تحديدا ما كنت سأسألك عنه أستاذ جول، يعني على الرغم من وجود حلفاء لتركيا كما تقول، ولكن الشريط الحدودي تحديدا الذي يتم الحديث عن أن تركيا تنوي تدخل فيه مدعوم من التحالف الدولي الذين يدعمون البيادي هناك. سيدتي، صحيح أن التحالف الدولي يدعم البيادي بشكل عام،
لكن أمام الهواجس التركية المتعددة والكتابات الصحفية وكذلك التصريحات للمسؤولين الأتراك خلال الفترة الماضية جعلت مثلا من سفير الولايات المتحدة الأمريكية بأنقرة التصريح بقوله أننا لا نريد دولة كردية في سوريا. هذا الأمر مما يؤكد أنه هناك ربما نوع من أنواع النقاش بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية التي عمليا تقود التحالف وبين ما يحصل على الأرض السورية. فلذلك إذا كان هناك نوعا ما اتفاق تستطيع من حيث التحالف الدولي لنتحدث عن الوضع الداخلي التركي الكردي تحديدا مع ظهور تصريحات وتهديدات من ميليشيا الوحدات التابعة لحزب العمال الكردستاني في تركيا. عمليا التهديدات الموجودة من PKK تحديدا هي ليست تهديدات جديدة، تركيا تعاملت مع هذا الواقع أكثر من 30 عاما. تركيا وهي تخوض معارك عمليا بين كر وفر مع هذا التنظيم، ففي هذا السياق ربما لا يمكن الحديث أن هناك تغيرات كبيرة في الساحة السياسية ستقع، بالعكس هذا سيؤدي نوعا ما إلى اللحمة الوطنية والاصطفاف بجانب قرارات الدولة، ولا أقول الحكومة هنا لأنني عندما أتحدث عن قرار حرب أو قرار أمني متعلق بدخول عسكري إلى داخل الأراضي السورية أو مكافحة الإرهاب هذا الأمر تقرره عمليا مؤسسات الدولة التركية بعيدة كل البعد ربما عن سياسة الأحزاب. لهذا السبب لا أظن أن حزب الحركة القومية أو أن حزب الشعب الجمهوري على سبيل المثال وهي من الأحزاب الأساسية في البرلمان التركي وفي السياسة التركية منذ تأسيسها، لا أظن أنها تستطيع أن تكون بعيدة أو أنها تعارض مثل هذه الأعمال. لهذا السبب تركيا لا شك أنها ستأخذ بالإجراءات التي دائما تأخذها عادة، يعني صحيح أننا نعيش فترة سلام وهدوء منذ أكثر من سنتين، لكن من المؤكد أن هذه العملية عملية السلام لم تستطع أن تصل إلى النتائج الملموسة حتى هذه اللحظة. شكرا. وربما يمكن القول أنهم أمام اختبار حقيقي الآن، لأنهم قدمت لهم الفرصة السياسية الآن بدخولهم للبرلمان التركي ولديهم 80 نائبا، بإمكانهم أن يعالجوا القضية إن كانت هناك قضية يتم معالجتها من خلال البرلمان ومن خلال قبة البرلمان. وليس بالنزوع إلى العمل المسلح، فإن النزوع إلى العمل المسلح لا شك أنه لن يولد إلا الحل الأمني بطبيعة الحال. نعم، محمد زاهد قول كاتب ومحلل سياسي من إسطنبول، شكرا لك. أصدرت اللجنة الشرعية لغرفة عمليات فتح حلب بيانا تعهدت فيه بالمحافظة على مؤسسات الدولة بعد تحرير مدينة حلب، وطلبت اللجنة جميع الفصائل بعدم التعرض للمدنيين بمختلف طوائفهم ومنع إقامة مراكز عسكرية للثوار داخل المدينة باستثناء قوى أمنية لحفظ الأمن. ويأتي البيان مع إطلاق الثوار معركة جديدة لتحرير قرى في محيط صوران، كما ذكر قادة في الجبهة الشامية أن ميليشيا الوحدات الكردية في عفرين طلبت منهم الانسحاب من محيط مدينتي نبل والزهراء. حلب بعد تحريرها لن يحكمها العسكر، والإدارة فيها مدنية بامتياز. هذا هو مضمون البيان الذي أعلنته اللجنة الشرعية لغرفة عمليات فتح حلب، الذي تضمن بنودا عدة أبرزها أن الدوائر العامة والمؤسسات الحكومية بكل ما تحويه وما يتبع لها ليس من الغنائم، بل يجب حمايتها وضرورة إعادة تفعيلها بعد السيطرة عليها. من بنود البيان أيضا أن العاملين في المؤسسات والدوائر الحكومية سيستمرون في عملهم باستثناء المطلوبين قضائيا، وطالبت اللجنة جميع فصائل الثوار بعدم التعرض للمدنيين بمختلف طوائفهم، كما أصرت اللجنة على مسألة منع إقامة مقرات عسكرية للفصائل المقاتلة داخل المدينة، يستثنى من ذلك إنشاء قوة أمنية لحفظ أمن المدينة، بيان يراه مراقبون استباقيا لمعركة دنا موعد انطلاقتها عما قريب، وهي تأتي من باب التطمينات لسكان المدينة وتحديدا أولئك القاطنين في مناطق النظام. على العموم المعركة الكبرى يجري التمهيد لها عبر سلسلة من العمليات والمعارك التي يطلقها الثوار بين فترة وأخرى
ضد النظام وضد التنظيم في الوقت نفسه، آخرها معركة أطلقها الثوار تهدف للسيطرة على قريتي الوحشية وغزل الواقعتين تحت سيطرة التنظيم قرب صوران عزاز التي سيطر التنظيم عليها قبل أسابيع في الريف الشمالي. وليس ببعيد عن الريف الشمالي، تناقلت وكالات إخبارية نقلا عن قادة في الجبهة الشامية قولهم إن ميليشيا الوحدات الكردية الموجودة في عفرين شمال غرب حلب طلبت من الثوار المرابطين في محيط بلدتي نبل والزهراء المواليتين للأسد الانسحاب منهما، وأمهلت الميليشيا الثوار نحو أسبوع للانسحاب وإلا ستضطر للاشتباك وأخذها بالقوة العسكرية، وهو كما رآه البعض اتفاق سري أبرم بين حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي والنظام لفك الحصار عن المدينتين، لا سيما أن ميليشيا الوحدات الكردية كانت تؤمن طريقا لشبيحة نبل والزهراء عبر الطرق الزراعية. كيف ستحصل معركة حلب المنتظرة؟ هي مسألة مجهولة، إلا أن احتواء ريفها الشمالي على منطقة كردية قد يعطي للمسألة بعدا إقليميا وتحديدا للجارة تركيا التي يهمها مصير حلب، ويهمها أيضا ألا تصبح عفرين الكردية في شمالها على اتصال جغرافي شرقا مع كوباني وصولا إلى القامشلي. ولعل أضعف الإيمان بالنسبة للأتراك هو إدخال عناصر المعارضة الذين يجري تدريبهم في تركيا حاليا وتأمين تغطية جوية لهم لضرب تنظيم الدولة في الريف الشمالي، وفي الوقت ذاته إفشال أي مخطط كردي لوصل كرد الجزيرة بكرد عفرين. أكد نائب رئيس الائتلاف الوطني هشام مروى استعداد الائتلاف وقوى الثورة لمواجهة تحدي فراغ السلطة عقب انهيار نظام الأسد من خلال رؤية قانونية وأمنية شاملة. مروى أوضح أنه في حال سقوط نظام الأسد وانهيار منظومته الأمنية فإن لدى الائتلاف خططا وإجراءات واضحة ومحددة، حيث سيكون التعامل مع التحدي الأمني من خلال وزارة الدفاع ووزارة الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة وكتائب الثوار الفاعلة على الأرض، وأيضا من خلال تشكيل لجان أهلية لحفظ الأمن في الأحياء والقرى. اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سياسة موسكو الداعمة لنظام الأسد في سوريا لن تتغير. بوتين وخلال لقائه وزير خارجية النظام وليد المعلم أكد على استعداد موسكو لدعم نظام الأسد إذا اتجه إلى الدخول في حلف مع دول أخرى في المنطقة بما فيها تركيا والأردن والسعودية لمحاربة تنظيم الدولة، مشيرا إلى أن تشكيل مثل هذا الحلف يعد مهمة صعبة التنفيذ نظرا للخلافات التي شابت العلاقات بين الدول. أعلنت غرفة عمليات عاصفة الجنوب عن تدميرها لغرفة عمليات النظام في حي المنشية، ما أسفر عن مقتل العشرات في صفوف قوات النظام. وأفادت مصادر ميدانية عن مقتل ما يقارب 40 عنصرا للنظام بعد استهداف غرفة العمليات بصاروخ محلي الصنع من نوع أرض أرض يزن قرابة 1000 كيلو ويستعمل للمرة الأولى في الجبهة الجنوبية ضمن الأسلحة المحلية الصنع لغرفة عمليات عاصفة الجنوب. الجنوب ها هي غنائم الجيش النصيري. العشرات من عناصر قوات النظام قتلوا في المعارك الدائرة بينهم وبين الثوار في حي المنشية بدرعا بعد استهداف غرفة عمليات النظام هناك. الجديد ليس اندحار قوات النظام، فهذا بات مصيرهم في حوران يقول الناشطون، وإنما الجديد هو أن السلاح المستخدم هذه المرة هو صاروخ أرض أرض محلي الصنع يستخدم للمرة الأولى في المعارك بالجبهة الجنوبية وتبلغ زنته قرابة 1000 كيلو. بشار الأسد عم يرمي علينا براميل من الطيران، طبعا احنا بإذن الله تعالى سنطور السلاح نفس قوة البرميل أو بأضعافه بإذن الله تعالى، وسنقوم برميه على قطاع السنفورة قطاع الدالة لحي المنشية وسيكون نار حمم على شبيحة بشار الأسد بإذن الله تعالى. النظام الذي بدأت بوادر انهزامه في هذه الجبهة على غرار سابقاتها يحاول كسب المعركة على جبهات أخرى، وكعادته انتقم من المدنيين بقصف مناطقهم في بصرة الحرير وغيرها ما أدى لاستشهاد مدني وإصابة آخرين. عاصفة الجنوب تؤرق النظام الخائف من سير الثوار حوران على خطى رفاقهم في الشمال والذين تمكنوا من تحرير عدة مدن بينها مدينة إدلب وجسر الشغور،
الأمر الذي جعله يودع شكوى لدى مجلس الأمن يتهم فيها الأردن بالتورط رسميا في الهجوم على مدينة درعا، مدعيا أن من يسميهم مسلحين دخلوا من الأردن. الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني عبر عن رفض بلاده للاتهامات، وقال إنه بدلا من كيد الاتهامات للمملكة كان الأولى ببعض رموز نظام الأسد البحث في إحياء الأمل لدى الشعب السوري لإنهاء دوامة العنف وتحقيق طموحاتهم وطموحات أجيالهم المقبلة. أعلن جيش الفتح في المنطقة الجنوبية عن سيطرة مقاتليه على سريتي طرنجة وعباس في ريف القنيطرة الشمالي بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام وميليشيا الشبيحة، وذلك ضمن معارك فتح الطريق إلى الغوطة الغربية لدمشق. من جهتها بثت غرفة عمليات عاصفة الحق في معركة نصرة لحرائرنا بثت صورا للمعارك الدائرة على أطراف سرايا المشاة والمئة وستين والمئة وعشرين وحاجز الشرطة العسكرية في ريف القنيطرة الواصل بريف دمشق، كما أظهرت مقاطع لحظة استهداف سيارة تقل عناصر مؤازرة من قرية حضر الدرزية أثناء خروجها من أحد المواقع العسكرية. تردد في الآونة الأخيرة اسم بلدة حضر وعدة قرى درزية في ريفي القنيطرة ودمشق الغربي، وتزامن ذلك مع معارك يخوضها ثوار المنطقة لتحرير ما تبقى من أرياف القنيطرة وريف دمشق في جبل الشيخ، إلا أن شبيحة تلك القرى سيما حضر حالوا دون إتمام ذلك حتى اللحظة. الله حي البطل البطل الله حي أهالي حضر. عندما يكون القتل بهدف التسلية أو لإجازة عسكرية فهنا شبيحة حضر. هاي كلهم نورجين العميد نصر. هل هو قاعد يعطينا إجازة على الصورة؟ كثر الحديث عن بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي في الآونة الأخيرة، بل الصحيح أن البلدة ذات التركيبة الدرزية ومنذ بداية الثورة قبل 4 سنوات غيبت عن صدارة الأخبار من قبل محيطها السني ذاته، حسن ظن ربما من هذا المحيط بأهالي بلدة حضر في ردع شبيحتهم. إلا أن حسن الظن ذاك وكما باقي مناطق سوريا جعل من شبيحتها قوة عسكرية أطلق عليها بداية باللجان الشعبية، اشترك فيها كذلك شبيحة من قرى درزية أخرى في أقصى ريفي دمشق والقنيطرة الغربيين كحرفة ومغر المير والمقروصة وعرنة والريمة، فضلا عن شبيحة قدموا من الجولان المحتل سيما مسعدة ومجدل شمس. يقدر عدد أفراد الميليشيا بقرابة 1000 فيما يعد وئام وهاب أبا روحيا وأحد أهم داعميها. أنا بخدمة آخر مقاتل منكم لأن بعرف حضر فيها مئات المقاتلين الأبطال. الله حي أهالي حضر. تعد واقعة المشاتي منتصف 2013 عندما كان الثوار منشغلين بقتال النظام في جبل الشيخ إحدى أبرز طعنات شبيحة بلدتي حضر وحرفة، حيث سقط حينها أكثر من 70 شهيدا من ثوار درعا والقنيطرة، في حين تجاوزت جرائم شبيحة حضر ما سواها من اللجان التشبيحية بعد تحولها لدليل ومرشد لقوات النظام أثناء اقتحامه مدن خان أرنبة ومسحرة وكودنا ودروشة ومعظم قرى ريف القنيطرة الجنوبي وصولا لمدينة الحارة في ريف درعا، والتي أحرق شبيحة حضر فيها أكثر من 200 منزل، فضلا عن تعفيش وسرقة ما تجاوزت قيمته ملايين الدولارات. قتل 7 عناصر لميليشيا حزب الله اللبناني بينهم قيادي يدعى أحمد حرب، وذلك في الاشتباكات الدائرة بمنطقة القلمون الحدودية مع لبنان. وبث جيش تحرير الشام فيديو مصور لاستهداف سيارة عسكرية للميليشيا بصاروخ موجه في منطقة تلال الرهوة بجرود عرسال ما أدى لانفجارها، لتستهدف بعدها بالرشاشات الخفيفة والمتوسطة ما أدى لمقتل جميع من فيها. في الأثناء استهدف مقاتلو جيش الإسلام تجمعات لتنظيم الدولة بقذائف الدبابات والرشاشات الثقيلة في القلمون الشرقي، وأفاد مصدر عسكري أن التقدم لا يزال مستمر في المنطقة لصالح مقاتلي جيش الإسلام، حيث تمت السيطرة على 4 نقاط إضافة لاغتنام أسلحة ثقيلة ومتوسطة بعد مقتل عدد من عناصر التنظيم خلال تلك المواجهات.
في ريف إدلب بث ناشطون صورا لما قالوا إنها عملية انتشال للضحايا من تحت الأنقاض في مدينة خان شيخون، حيث تعرضت المدينة لقصف بالبراميل المتفجرة ما أدى لاستشهاد عدد من المدنيين وإصابة آخرين. صعدت قوات النظام من حملتها العسكرية بحق أهالي قرى عديدة في ريف حماة الغربي مستخدمة كل أنواع الأسلحة ضمن حملة عسكرية وصفها ناشطون بالمسعورة. هدوء لم يعمر طويلا في قرى سهل الغاب في ريف حماة الغربي، حيث قامت قوات النظام بإلقاء عدة ألغام بحرية من طيرانه المروحي على قرية قبر فضة والرملة، تسببت بمقتل 3 أطفال وجرح عشرات آخرين عدا عن الدمار الهائل الذي سببه انفجار الألغام. أما قرية باب الطاقة فقد تعرضت أيضا لقصف مماثل من الطيران المروحي، ولكن هذه المرة تم استهدافها بالبراميل المتفجرة لتسفر عن استشهاد مدنيين وجرح آخرين. القصف علينا من قارب 40 برميل والأهالي كلها مشردة وفي قسم من الشهداء. هنا قرى سهل الغاب في القسم الشمالي الحويز والحواش والحويجة وقسطون، حيث عمد تجمع جورين العسكري التابع للنظام بقصفها بصواريخ الإجراد بشكل عشوائي ما أدى لوقوع المزيد من الضحايا من المدنيين وإحداث دمار في ممتلكاتهم ومنازلهم لينتهي بهم المطاف في العراء. أبناء المنطقة يقولون إن سبب هذا التصعيد يأخذ بعدا طائفيا لشحن العنف الطائفي في المنطقة الغربية لحماة التي تضم أيضا قرى علوية موالية للنظام. قرية قليدين وقرية الزقوم وقرية العنقاوي وقرية العمقية وقرية الدقماق تسببوا إلى غارات كثيفة من النظام وتهجرت العائلات بسبب الطيران. يستمر النظام في قصفه للمناطق المأهولة بالسكان، فلم يعد فقط يقتصر القصف بالبراميل المتفجرة أو الصواريخ الفراغية، إنما أضاف سلاح الألغام البحرية في حملة تصعيد عسكرية مسعورة كما وصفها الناشطون. فراس كرم، أورينت نيوز، ريف حماة. بعد بدء الثورة السورية واليوم طبعا نحن عم نحكي على انهيار كامل اقتصادي في سوريا وطبعا الليرة السورية، شو حجم هذه الخسائر الاقتصادية السورية لحد اليوم؟ المناطق اللي عم يسيطر عليها داعش واللي عم يشددوا على انهم يحاربوا فيها هي المناطق تبع النفط والغاز الموجودة في سوريا. قبل الثورة السورية لم يكن هناك اي هوية لاقتصاد سوريا. شو كان موقف الحكومة التركية من يعني عملكم يعني ونشاطكم كمنظمة تحاول نقل بعض المصانع السورية لمنطقة حرة؟ أيمن طباع رئيس منتدى الاقتصاد السوري تحاوله هيفي بوظو في برنامجكم في المحور وتغطية لفعاليات ندوة سوريا ومستقبلها الاقتصادي، يأتيكم على أورينت نيوز في الأوقات التالية. حضر كفانك وتجهز يا 52 العار، هبت رجالك حوران وزحفة أرتال الثوار، حضر كفانك واحملها مالك بهالأرض قبور، بصوت التكبير بتسحف لك أرتال الشعب المقهور، حضر كفانك وتجهز يا 52 العار. أعلن
أعلنت وزارة الصحة المصرية وفاة النائب العام هشام بركات متأثرا بإصابته في تفجير استهدف موكبه شرق القاهرة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار إن الوفاة جاءت إثر نزيف حاد بالبطن خلال إجراء العملية الجراحية له. وقبيل إعلان الوفاة نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المستشار زكريا عبد العزيز قوله إن النائب العام تعرض لمحاولة اغتيال، حيث انفجرت سيارة بصورة مفاجئة بالقرب من موكبه أثناء سيره بشارع عمار بن ياسر بمصر الجديدة عقب خروجه من منزله وتوجهه إلى مقر عمله. ينضم إلي الدكتور بشير عبد الفتاح، محلل سياسي وباحث من القاهرة. دكتور عبد الفتاح، بداية، هل رشح أي جديد من خلال التحقيقات عن منفذ عملية تفجير الموكب، وهل تبنت أي جهة هذه العملية؟ يعني حتى الآن لم تسفر التحقيقات عن أي معلومات في هذا الإطار، فقط توجيه من الرئيس إلى الأجهزة الأمنية بضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بكشف غموض هذا الحادث. لكن جماعة الإخوان المسلمين أصدرت بيانا نفت فيه أي مسؤولية لها عن هذا الحادث، بل إنها أدانته وحملت المسؤولية فيه للسلطات الحاكمة. وبعض الجماعات المصرية التي تحسب نفسها مدافعة عن الثورة وما إلى ذلك أعلنت مسؤوليتها، لكن أعتقد أن كل ذلك ربما يكون بعيد كثيرا عن الحقيقة بانتظار التحقيقات وما سوف تسف عنه النتائج، وهذا قد يستغرق بعض الوقت، لكن من السابق لأوانه الآن. ما هو الذي يكون قد يكون بعيد عن الحقيقة؟ يعني ربما تكون، لأن جماعة أنصار بيت المقدس التي أعلنت ولاءها لتنظيم داعش كانت أعلنت مسؤوليتها من قبل عن حدثين مشابهين، أحدهما كان لاستهداف وزير الداخلية السابق في العام الماضي، والآخر قبل شهر ونصف باستهداف 3 من القضاة في العريش بشمال سيناء. ممكن أن يكون أيضا التنظيم ذاته وراء هذا الحادث. عادة كم من الوقت تستغرق حتى يتم تبني العملية التي تقوم بها؟ هذا يتوقف على مدى وضوح الرؤية من عدم وجود خيوط ممكن من خلالها التوصل إلى الحقائق. أجهزة البحث تعمل الآن بكل جدية، عمليات التمشيط والملاحقات، لكن الأمر يتوقف على إمكانية الوصول إلى خيط يمكن أن يقود إلى الحقائق، لكن غالبا أعتقد قبل نهاية هذا الأسبوع يجب أن يكون هناك ضوء في نهاية النفق، ويتم يعني العثور على بعض الأدلة التي تقود إلى الحقائق. طيب، التفصيل يعني وقوع هذا الحادث في منطقة تعتبر حيوية بالقرب من الكلية الحربية التي من المفترض أن تكون مؤمنة. نعم، هناك قصور أمني بلا شك، لأنه ثبت حتى من خلال بعض التقارير الأمنية أن مسار النائب العام لم يكن يتم تغييره من بيته إلى عمله، ما يعني أن هناك قصور أمني وهناك حالة من الاسترخاء غير المفهوم. وأجمعت كل التقارير والتعليقات بأن قصورا أمنيا طال هذا الأمر، لأن من قام بهذا الحادث دبر له قبل أسابيع وخطط وراقب مسار النائب العام. كونه يستطيع أن يدير هذه العملية، التخطيط والتنفيذ بهذه الدقة وبدون أن يترك دليل واضح، معنى ذلك أن هناك خلل في أداء الأجهزة الأمنية. وأعتقد أن ذلك سيولد قرارات مهمة فيما يتصل بقيادات الأجهزة الأمنية. هل يمكن أن ترتبط هذه العملية خاصة بتزامن وقوعها قبل يوم واحد من ذكرى أحداث 30 يونيو؟ نعم، ما من شك في أن اقتراب الذكرى الثانية ل 30 يونيو ثم الثالث من يوليو، كل هذه الأمور كان من المتوقع أن تولد عمليات من هذا النوع. أيضا يضاف إلى ذلك احتفال تنظيم داعش الإرهابي بالذكرى السنوية الأولى لتأسيس يعني الدولة الإسلامية في الموسم، وقيام عمليات إرهابية في تونس وفي الكويت وفي فرنسا. أعتقد أنه يجب الربط ما بين ما جرى في مصر وما جرى في هذه البلدان، خصوصا وأن تنظيم ولاية سيناء أو أنصار بيت المقدس سابقا أعلن البيعة لتنظيم داعش الإرهابي، وهو يريد أن يوصل الرسائل في كل الاتجاهات. وأتوقع أن تكون هناك أعمال عنف في الأيام المقبلة أيضا بسبب تزامن الأمور مع 30 من يونيو والثالث من يوليو وقبل افتتاح قناة السويس في 6 من أغسطس. نعم، دكتور بشير عبد الفتاح، باحث ومحلل سياسي من القاهرة، شكرا لك.
في العراق طردت القوات الأمريكية عناصر ميليشيا الحشد الشعبي من قاعدة الحبانية الجوية الواقعة في مركز محافظة الأنبار، وأشار ضابط في شرطة الأنبار إلى أن القرار الأمريكي جاء بعد تدخلات قادة الحشد ومحاولة فرض رأيهم على المستشارين الأمريكيين، وأوضح أن هذا الأمر لاقى ترحيبا من قبل مقاتلي العشائر وعناصر الشرطة المتواجدين في القاعدة ومنطقة الهضبة، كما لاقى ترحيبا لدى الأهالي بسبب سياسة عناصر الحشد الشعبي في تهجير عائلات منطقة الخالدية وسرقة المنازل وممتلكات الأهالي. إلى ذلك شنت قوات الأمن الحكومية هجوما على منطقتي حصيبة الشرقية والسجارية الواقعة شرق مدينة الرمادي بهدف استرجاعها من سيطرة تنظيم الدولة. وقال شهود عيان إن تلك القوات شنت عملية دهم للمنازل وقامت باحتجاز عدد من المواطنين في المنطقة واقتادت بعضهم إلى مناطق مجهولة. في الأثناء وصل الطيران الحكومي قصفه للمدن والأحياء السكنية في مدينة الفلوجة، حيث استقبل مستشفى الفلوجة التعليمية 19 جثة بينهم 4 أطفال وثلاث نساء، فضلا عن 9 جرحى سقطوا جميعهم جراء القصف العشوائي. والله يقول لعبادي انا ما ادز عليكم براميل، يلا مؤسس شوف هاي براميل. هكذا لا يزال المشهد ذاته. القوات الحكومية المكونة من القوات الأمنية والحشد الشيعي تضع المسلحين والمدنيين في سلة واحدة رغم النداءات المتكررة لمجلس محافظة الأنبار الذي طالب بوقف عمليات قصف السكان في الفلوجة بعد أن لقي العديد من الأطفال والنساء مصرعهم جراء القصف العشوائي. مراقبون يقولون إن القوات الحكومية والحشد الشيعي تقوم بقصف للمناطق السنية بذريعة مقاتلة تنظيم الدولة، مؤكدين أن هذه الاستراتيجية ستفاقم الانقسام، وليست الفلوجة وحدها تعاني من القصف العشوائي للمدنيين، بل إن أغلب المحافظات التي شهدت معارك بين المسلحين وميليشيات الحشد الشعبي شهدت عمليات تنكيل بحق المدنيين السنة على غرار ما حصل في تكريت. بعض التحليلات ذهبت إلى أن هذه العمليات تأتي في إطار تواصل تغيير التركيبة السكانية للمدن السنية وتهجير أهلها واستبدالهم بسكان من أماكن أخرى، فمناطق ومدن حزام بغداد وجنوب محافظة صلاح الدين تعاني هي الأخرى من التهجير والتشريد والاستيلاء على الممتلكات التي يتم توزيعها وبيعها بأسعار رخيصة في المناطق الشيعية، كما حصل في ديالى البصرة وصلاح الدين ومناطق واسعة من جنوب العراق ووسطه. عمليات الجيش الحكومي والميليشيات الشيعية التابعة له من اعتقال وخطف منظم في المناطق السنية تنتهي معظمها بابتزاز ذوي المختطف لدفع المال للأجهزة الأمنية ليتم إطلاق سراحه، وغالبا ما تقوم تلك الميليشيات بقتل الضحية وإلقائه في أحد الشوارع فيما بات يعرف بالجثث مجهولة الهوية. أضف لها عمليات القصف العشوائي التي لن تفلح في بحر تنظيم الدولة بقدر ما ستؤجج مشاعر الحقد والكراهية لدى المدنيين السنة العزل ضد القوات الحكومية والميليشيات الشيعية، فهذه الممارسات تساهم فقط في إشعال نار الطائفية في المحافظات العراقية. أفادت تنسيقية أو أقامت تنسيقية النمسا لدعم الثورة السورية وقفة احتجاجية في العاصمة فيينا تنديدا بجرائم النظام في سوريا وعناصر تنظيم الدولة بحق المدنيين. شهود عيان أكدوا أن عددا من أعضاء التنسيقية وأبناء الجالية السورية شاركوا في الوقفة رافعين أعلام الثورة، هذا ويبلغ عدد اللاجئين السوريين خارج البلاد قرابة 4 ملايين شخص، بينما يبلغ عدد النازحين بالداخل حوالي 8 ملايين سوري بحسب تقديرات الأمم المتحدة. قال مراسلنا في لبنان إن الجيش اللبناني أبلغ اللاجئين السوريين الذين يسكنون الخيام على امتداد خطي النفط والغاز عند مفترق بلدة تل عباس الغربي في عكار، أبلغهم بضرورة فك خيامهم ونقلها إلى أماكن أخرى في مهلة أقصاها 48 ساعة، حيث يبلغ عددها حوالي 60 خيمة يسكنها حوالي 450 لاجئ سوري.
برنامج بالأخضر يوزع معدات تنظيف لمدينتي إدلب وحلب. أطلق برنامج بالأخضر وبالتعاون مع مجلس محافظة إدلب الحرة حملة خلي بلدك نظيفة، التي تضمنت توزيع معدات تنظيف لمدن ريف إدلب، وتهدف إلى تأكيد دور المجالس المحلية التي تحل مكان البلديات في خدمة المدن والقرى. ويؤكد مسؤول المجلس المحلي في مدينة بنش على أهمية المشروع، كونه أتاح إعادة تفعيل أعمال التنظيف وتجميل المدينة. استلمنا ضاغط قمامي و 150 حاوي و 150 رفش و 150 عرباية دفش. طبعا المواد هاي أو الأدوات كانت مخصصة لثلاث قرى، هي تفتناز وبنش وسرمين. قمنا في توزيع طبعا باجتماع مع رؤساء المجالس المحلية الثلاثة في القرى المستهدفة، قمنا باجتماع وحددنا آلية توزيع هذه الأدوات وكيفية توزيعها ونسبها على المدن حسب عدد السكان، حسب عدد سكان كل قرية. المدنيون في بنش شكروا قائمين على المشروع وأبدوا سعادتهم لتنفيذ هذه المشاريع على الأرض، وأكدوا في الوقت ذاته أن أعداد المعدات غير كافية تماما بحسب الحاجة المطلوبة. في بعض الحارات ما فيها حاويات كثير، يعني دبين ووسخ يعني إن شاء الله كل ماله الأمور على أحسن إن شاء الله، والله يجزيهم الخير مجلس المحلي، يعني أبي بدوروا على الشغل الكويس عم يشتغلوا الحمد لله رب العالمين. جابوا حاويات جداد بس يعني بلزمنا لسه حاويات أكثر من هيك، وفي شوارع ما فيها حاويات وفي حارات ما فيها يعني حاويات، يعني بلزمنا كتير لسه. ويؤكد مسؤول مكتب الخدمات في مدينة سرمين أن المعدات تم توزيعها بين المدن بحسب الحاجة وبالتنسيق مع مكاتب الإدارة المحلية التابعة للمدينة، وكلهم بحسب احتياجاته. قمنا باستلام 38 حاوي وقمنا بتوزيعها في شوارع البلد حسب الحاجة الملحة لها، وقمنا بالتنسيق مع مكتب الإدارة المحلية في بنش وتفتناز، حيث أن الحاوي الضاغطة ستأتينا في الأسبوع يومين لإخراج هذه الحاويات وترحيلها إلى مكان مكبل الحاوي النفايات. الجدير ذكره أن الحملة تضمنت توزيع معدات أخرى في محافظة حلب، كما يحاول منسقو فريق برنامج بالأخضر وبالتعاون مع المنسقين الخارجيين تأمين احتياجات كافة المدن المحررة في الشمال السوري. وبرغم ذلك تبقى احتياجات هذه المدن أكبر بكثير مما يستطيع البرنامج تأمينه. ختام بين يومين، إلى اللقاء.